خبزة التنور هذه مشهورة من أيام أمهاتنا الأولات بكل بكل أرى وفرح كان ما في خبزة التنور والله أفتات والله خبزة التنور هي كان لك ما في الشرح يعني ضروري فرح هذا ضروري المناسبة أكبر مناسبة من تعلي الخبز هذه تاع التنور هذه ضروري عندنا غالي شان كبير لها وما شاء الله من حد أمهاتنا الأولات يعني ضروري خبزة التنور هذه في الفرح حتى قللوا من تاع الكوشة وهي هذه قالت مشهورة أكثر حاجة هذه قالت ما يبوه كان الأصلية هذه متاع الخبزة التنور هذه الأصلية يبوها هذه تعنينا متاع أجدادنا الأولين أول أجدادنا الأولين اللي بالخبزة التنور هيك هذه هل تعنين شادة فيها ماسكة فيها أول هانا جيتها وهانا توا قبل 4 سنوات أنا كان عندي 4 سنوات أنا في مسراتي قبل 4 سنوات هانا جيت هانا في معرض من 2014 في معرض في طرابلس أول معرض شاركت فيه وبعد تالي جيتها هانا مسراتي مسراتي قبل 4 سنوات كان في مسراتي هانا في معرض جيتها هانا جبوني وتقبلوني ما شاء الله قعد 2 3 أشهر رفعت روحي وجبت أولادي وجيتها وهانا سكنت في مسراتي خلاص كل معرض ما شاء الله أنا أول وحدة فيه المعارض ما فاتني أي معرض في مسراتي إلا على الخبز ما شاء الله الزبائن حتى في حوشي تو حاليا في حوشي ما شاء الله يرفعوا في تلفوناتي ما شاء الله زحمه زي هانا زي حوشي زي هانا زي حوشي والمحلات موزع للمحلات ما شاء الله يعني حق بالحق 4 سنوات ساكنه في مسراتي شو بنقول لك يعني ما حبيتها واضح من حد نقول لك 4 سنوات ساكنه هانا خلاص هذا السؤال هذا الجواب متاعي يعني